السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد جايب لكم فيه زي ما شفتوا في الانترو الهاند هيلد اكس راي ماشين بتاع الويت بيكر IRA اكس راي ماشين. الجهاز عندي ليه اسبوعين حاليا جرب فيه، واليوم بنتكلم شوية على ديزاين بتاعه والمواصفات اللي فيه، وبنتكلم على البطارية بتاعه، وبنفتح الجهاز بنشغله وبنشوف السوفت وير بتاعه والاوبشن اللي فصله، وفي النهاية بنتكلم على السعر ومن هم الاشخاص اللي يناسبهم الجهاز هذا ويحل لهم مشاكل. في البداية، تصميم الجهاز يعتبر جميل جدا، لكن اللي يهمنا أكثر هو توزيع وزن الجهاز على اليد. الجهاز وزنه تقريبا 2 كيلو، توزيع الجهاز في اليد طبعا يعتبر متوازن وجميل جدا. بالنسبة للبطمة الموجودات فيزيكال في الجهاز، عندك فوق في بطمة الأوف والأون، وهنايا البطمة بتاع الإكسبوجر، هذا البطمة الفيزيكال اللي فيه. هنايا في سوكت، السوكت هذا أعتقد إنه هو السوكت هذا اللي يركب فيه ريموت لو أنت تبي تدير إكسبوجر بريموت واير ريموت يعني. ومن تحت الجهاز فصل الفتحة ترد هنا اللي كان بتركبه على ترايبود أو تبي تركبه على لايت ستاند، عشان يقعد هيك يتعدل الأنجل بروحه وتاخد إكسبوجر من بعيد لو تبي. الفولتج بتاع الجهاز 70 كيلو فولت، والفوكس بتاع الكون 0.4 ملليمتر، بمعنى دوز عالية ومركزة. بمعنى آخر أنت هيك محتاج لإكسبوجر تايم أقل والصورة تطلع أوضح، لأن الدوز كلها متجهة تجاه السنسور بتاعك. بالنسبة للبطارية متاع الجهاز، البطارية لو هي فول تشارج تاخد لك 1500 إكسبوجر، وهو طبعا البطارية متاعها فيها فاست تشارج، لو حطيتها 5 دقايق فقط في الشحن حتعطيك إكسبوجرز أكثر من 100 إكسبوجر. دو خلونا نفتح الجهاز ونشوف وش فيه في السوفت وير متاعه. اول ما تشغل البطمة هذه متاع الاوف والاون، يفتح السوفت وير، وهنا الشاشة طبعا تاتش. اول ايكون على اليسار فوق هذه الايكون، اختار منها المستقبل متاعك شنو هو، هل هو سكانر او فيلم او سنسور. طبعا اللي تحتها على طول الفئة العمرية متاع البيشنت اللي بتاخد له اكسبوجر، هل هو تشايلد ولا أدلت. طبعا التشايلد حيحتاج اكسبوجر تايم اقل من الأدلت، فلهذا هو مدالك ديفولت هنا الداخل اللي هو يا تشايلد يا أدلت. اللي الايكون اللي تحتها بتختار السن، لان زي ما عارفين كل سن محتاج اكسبوجر تايم مختلفة عن الثانية، يعني مثلا الانتيريور اكسبوجر تايم اقل من البوستيريور، فلهذا بتختار هل انسايسرز هم سنون او مولر بتصورها او كناين. وفي اوبشن الاخير اللي هو الباي توينج. نجو تحتها طبعا هذه بتاع السيتنج، فصلها اللغه لو بتغير صيني، لو بتعرف تتكلم صيني تقدر تغيرها صينية اللغه. وهنا يفضل لي هذا المكان، هذا هو الاكسبوجر تايم. الاكسبوجر تايم طبعا هو لما بتختار الخيارات الاولى بيعطيك هو الدوز المناسبة او التايم المناسب باش يعطيك الدوز لها السن هذه او البيشنت هو، لكن التايم هذا تقدر تزيد او تنقصه زي ما تبي انت. طبعا نجو لاخر شيء هو الانجل. الانجل طبعا زي ما نعرفوا ان كل سن بناخدوها بناخدها بانجل معينة، يعني مثلا المولر ناقص lower molars يعني ناقص 5 وهكذا. هذه تو هنا الانجل ديجيتال، انت مجرد ما تحرك الجهاز حتعطيك الانجل. وهنا الكاليبريشن هي اللي بتسفر لك، يعني انت تبيها الانجل الصفر متاعك وين باش نعطيك انجل مثلا زايد 30. تو هذه نقطة الكاليبريشن علاش بنديروها بالذات، حنشرحها طبعا في فيديو يكون ديمونستريشن او حتى مقطع صغير في ديمونستريشن باش تكون النقطة هذه واضحة. هيك الجهاز سيمبل، ما فيش اي حاجة تانية، تعدل كل شيء وتاخذ الاكسبوجر بتاعك. من ناحيه السيفتي، الهاند هيلد اكس راي ماشينز الحديثات يعتبروا سيف جدا، لان زي ما قلنا ان الدوز كبيره يعني اكسبوجر تايم اقل، والبي ام تعتبر مركزه، فمش محتاجين لاي حمايه اضافيه. طبعا الجهاز هذا نشوف انه مناسب جدا لاي حد اغلب شغله عنده، تقريبا اغلب الجي بي اغلبهم شغلهم اغلبه عنده. مناسب جدا لاصحاب العيادات اللي عنده اكثر من يونت ويبي ياخذ اكس راي واحده تخدم على اليونتس كلهم، غير يرد باله ان التمريض يطيحه. نجولي سعر الجهاز، سعر الجهاز مناسب جدا لو قارناه بالوول ماونتد. الوول ماونتد في ليبيا حوالي الشركات المحترمه بحوالي 10,000 جنيه، هذا سعره 5,900 دينار في السوق الليبي، يعني حوالي 1200 دولار بالدولار. الجهاز تلقوه في شركة ياسمين ليبيا في طرابلس، وان شاء الله الجهاز هذا حنديره عليه ديمو كيف تاخذ اكس راي بصفة عامة وكيف تستعمل الجهاز.
وقبل ما نختم يا ريت اللي اول مره يتفرج علينا ما ينساش يديك سبسكرايب، ان شاء الله في الفتره الجايه بنزيدوا معدل الفيديوهات، وربي يوفقكم جميعا ونتلاقوا قريبا. سلام.